السلام عليكم، اسمي تمالي محمد، أستاذ جامعة الجزائرية، موظف في جامعة بشار الجزائر الجنوب الغربي الجزائر. أعمل الآن في تخصص الهندسة الكهربائية وتطبيق الحساب العملياتي في أغلب الميادين: الهندسة الكهربائية، الهندسة المدنية، هندسة الطاقة، والتكنولوجيا الإعلام والاتصال، وتطبيقات كل هذه النظم على تأسيس وإعداد مشاريع تطبيقية صالحة للمجتمع. رؤيتي في هذا المشروع، مشروع مليون مبرمج، واختياري لأن أكون مدرسا ومعلما في من بين مجموعة المعلمين الذين سوف يشاركون في هذه الدورة، هو مشاركة بالنسبة لي تعد مشاركتي تعد مساهمة لإيجاد شباب عربي يقوم على البرمجيات في هذا الميدان الواسع. قد يكون القضية هي أن نلاحظ أن أغلب البرمجيات المعتمدة اتصالها وتفاعلها يكون عن طريق مجموعة من الآلات التي يتعامل معها الشباب خاصة، ثم الكهول وباقي المجتمع بشكل عام. هي برمجيات موجودة على حواسيب وحواسيب مصفرة، وهي الهاتف النقال الذي يحمله كل عربي منا، والإحصائيات تقول أن أكثر من جهاز نقال قد يمتلكه الشخص، وكذلك الإحصائيات العربية في هذا الشأن. وبالتالي يجب وجود مجموعة من الشباب الذين يقومون بإعداد برمجيات تتماشى وكل المصالح العربية. وشكرا.